استقبال رمضان وخاتمة شعبان، ويقبل علينا رمضان بصدور الجنان والتوفيق لمرضاة الرحمن والنجاح جميع الأدران والارتقاء إلى أعلى مكان في تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان. من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أرأيت الذي كذب الدين فذلك الذي أضل اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. وما هللناه من لا إله إلا الله. وما سبحناه من سبحان الله وبحمده. وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته وإلى روح الشيخ الكبير والقطب الشهير سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم وإلى روح سيد الشريف الشيخ الكبير والقطب الشهير سيدنا علي بن علوي وآل قسم ووصوله وفروعهم وإلى روح سيد الشريف الشيخ الكبير والقطب الشهير إن الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ووصوله وفروعهم وإلى روح سيد
الهادي الشريف الشيخ الكبير والقطب الشهير سيدنا محمد بن علي مولى الدوية ووصوله وبروعهم إلى روح سيد الشريف الشيخ الكبير والقطب الشهير الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد باعلوي ووصوله وبروعهم وإلى روح السيد الشريف شيخ بن أحمد بن يحيى وإلى روح سيد الشريف أحمد بن يحيى بن حسن الأحمر بن علي العناز بن علوي بن محمد مولد دويلة ووصولهم وبروهم لهم من النار. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. واكشف الكروبا واكفنا المرهوبا احسن كما احسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم لما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعفو عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخلنا نقول باللسان ما في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان. بل يذكر للتاريخ أن مسكن هذه المنطقة كان من أيام عاد من أيام نبي الله هود من قبل سيدنا موسى ومن قبل سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ومن قبل عامة هؤلاء الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم. ثم كانت المساكن في عهد الإسلام هذه وفي عهد الإسلام للمنطقة التي أنتم فيها تاريخ يذكر. وذلك استجابتهم لدعوة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رأى التاريخ في التعبير عنها بقارة الشناهزة أو الشناهزة أو الصناهجة. ووصل منهم من وصل وخرج منهم من خرج إلى فلسطين وإلى مصر وكانوا معها الفتح مصر ومع المجاهدين في سبيل الله في أيام سيدنا أبي بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم توالى وصول وجود الأولياء فيهم والعلماء والصالحين. ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي علي التفصيل وإجمال. يا عالم السر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وعز رحمتك أبطال.